الباب الخامس ومئتان. باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنة مؤكدة وبيان وقته. عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه، فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. رواه مسلم. وفي رواية له: فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل.